الصحة المطلوبة. أجمل الأغاني العربية الآن على موبايلك من كارو. شوف الدنيا بعيني يا خاف من نسمع ليا من صغري شايل هم بعدك لو عينك روح مرني بيدي بيدي وما تروح. اتصل الآن على الرقم 0900 40 400 وحمل وهدي أجمل الأغاني من تقارب. ما بيحملها العذاب. تقارب روح واحدة. أخي المواطن، الفساد يضر بمسيرة الإصلاح ويعطل برامج التنمية، وكلنا شركاء في مكافحته والوقاية من مخاطره. ليكونوا واحدا، ليكونوا معا، ليكونوا يدا واحدة، ليكونوا متقاربين، ليكونوا أحباء، ليكونوا في الأردن أرض السلام. تزامنا مع زيارة قداسة البابا فرانسيس بتاريخ 24/5/2014، وزارة السياحة والآثار الأردنية ترحب بجميع الضيوف والزوار إلى المملكة الأردنية الهاشمية. تجمعنا بعد غياب وفراق. وإني ألمح بنية غايرة افترتها، تقول إنها طير وما شفت مثلها فارس. لا هي شكسة أريدها جديدة شكية. واللي مخيرنا الفكرة كله منور شيخ الديرة يمكن تلوح رعيته. أنا عكاش ولد الشيخ حامد. إيش منه أنا؟ أشهد يا أمشهد على هذه الدنيا العجيب. على مدى 15 عاماً عشنا معكم مصلحة الشارع الأردني، مصلحة الوطن والمواطن هدفنا وغايتنا. نناقش جميع القضايا المحلية، نتحرى الموضوعية والمصداقية والدقة ما استطعنا. الجرأة في طرح المواضيع. 60 دقيقة عين على الحقيقة.
أعزائي المشاهدين، من عمان نحييكم ونرحب بكم، ومن عبق تراثها وأصالتها ندعوكم إلى لقاء جديد من برنامج تراث الشعوب، لنتعرف على سلطنة عمان وعلى تراث شعبها وعاداتهم وتقاليدهم. عمان دولة عربية تقع جنوب غرب آسيا، والسطح الجنوبي لشبه الجزيرة العربية، عاصمتها مسقط، وهي إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. أعزائي المشاهدين، فلنبقى مع هذه الإطلالة الساحرة على سلطنة عمان. تقع سلطنة عمان في جنوب غرب آسيا على الساحل الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العربية. عرفت عمان في المراحل التاريخية المختلفة بأكثر من اسم، ومن أبرز أسمائها مزون ومجان وعمان، حيث يرتبط كل اسم منها ببعد حضاري أو تاريخي، ما أثرى الحضارة العمانية على مر العصور المختلفة.